لو الحكاية فيها إن فيديو. طبعا أنا اتولدت طفل طبيعي جدا، ما كانش عندي أي إعاقة بصرية أو غيرها، بس حادث تعرضت له وأنا في السنة الأولى، أول سنة ليا في التعليم الحكومي. تعرضت لحادثة، على إثرها بدأت أعمل عمليات. العمليات الجراحية أفضلت في النهاية إن أنا فقدت بصري تماما. تبقى هترجع تاني زي الأول؟ والله فكرة إن أنا أرجع أشوف تاني مش في دماغي خالص وما جاتش في بالي، مش عشان أنا عملت عمليات جراحية كتير جدا، يعني أنا آخر عملية عملتها لحد تانية ثانوي، بس الحكاية دي ما بتجيش في بالي. أنا الوضع اللي أنا فيه دلوقتي مبسوط بيه وراضي جدا وبحمد ربنا عليه، ومش حاسس فعلا إن أنا ناقصني أي حاجة. نجوم الفن، انا يعني ماليش نجم مفضل. نجوم الرياضة. في الفن، في الرياضة النجم المفضل حاليا هو محمد صلاح، وسابقا كان في نادي الزمالك عشان انا مشجع كبير نادي الزمالك، هو عبد الحليم علي. نفسك تقابله؟ جدا طبعا. نفسك تقابل الرئيس؟ اي حد طبعا شرف لي انه يقابل رئيس الجمهور. انت لعبت؟ ايه هواياتك؟ انا الحمد لله ليا هوايات كتير متعددة، يعني هوايات الصيد وهوايات القراءة وهواية عشت طفولتك؟ الحمد لله، يعني مفيش أي لعبة تتخيلها أو تتصورها إلا ما لعبتها. لعبت طايرة رغم إن أنا يعني إخواتي ساعدوني في حاجة زي كده، ولعبت باسكت، ولعبت الإعلام بيعاني من أزمة شأن كتير من المجالات في مصر، يفتقر للمهنية في كثير من الأحيان، ينقصه التركيز على المضمون الجاد الهادف البناء بدل من التركيز على المواضيع الهزلية اللي بتعتمد على الإسلام.